في هذه الليلة المحمدية الجديدة لابد في بداية كلامنا من أن نوجه التحية إلى سيد الفقهاء والمجتهدين مفخرة العلم والعلماء والحوزات العلمية سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الشريف، وذلك لما تفضل به في خطابه الأخير يوم استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر، أي قبل يومين أو 3 تقريبا، إذ قالها صريحة في خطابه أن الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وآله هم أناس كانوا يسكنون معه في بيته. وهذه كلمة لم نسمعها مع الأسف الشديد من غيره من مراجع التقليد العظام. إن مما يؤسف له أن تمر ذكرى استشهاد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله دون أن يكون للمرجعية الإسلامية موقف صريح واضح في هذا الشأن. إن هذه الذكرى تمر ولا نسمع مع الأسف الشديد بيانا من المراجع العظام يليق بهذه المناسبة وبهذه الذكرى الأليمة، بل كثير يغفل عن أهمية إصدار بيان في هذا الشأن أو إلقاء خطاب في هذا الشأن. وإذا ما أصدر أو ألقى فإنه يتحاشى الإشارة إلى هذه الجريمة. أما سيدنا المرجع دام ظله الشريف فإنه يهتم بهذه المناسبة كل عام، وله خطاب يلقيه على جمع من المؤمنين في بيته المكرم في 28 من صفر من كل عام، وقد قالها بحمد الله تعالى وذكر هذه الجريمة النكراء وأشار عليكم السلام وأشار بإصبعه الشريف إلى الذين قاموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله. يقول دام ظله في الخطاب ما ترجمته، لأن الخطاب ألقي باللغة الفارسية وهذه ترجمة محل الشاهد في اللغة باللغة العربية. يقول: إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله. إذن ليسوا هم اليهود ولا زينب بنت الحارث، وليست وفاة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما استشهادا
جريمة قتل والمتسبب بها بعض من كان يسكن معه في بيته وهي إشارة أقرب إلى التصريح بأن المعنية القاتلتان الخائنتان عائشة وحفصة عليهما لعائن الله. يقول دام ظله: إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله، وهذا ما بينته الأحاديث المعتبرة. هذه كلمة ليست بالهينة، هذه كلمة المرجعية الرشيدة. أن يصف مرجع بحجم الصادق الشيرازي الأحاديث التي نصت على شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بسم دسته عائشة وحفصة، أن يصف هذه الأحاديث بالاعتبار، فهذه كلمة ليست بالهينة، هذه كلمة فقيه الفقهاء خبير الخبراء في العلوم الحوزوية. حين يقول هذه أحاديث معتبرة فإن الأمر هاهنا يكون منتهيا. هذا أقوله حتى لا يتصورن أحد ممن يسمعنا من الجماهير المؤمنة أننا خرجنا بشيء جديد. حين يسمعون منا فقط التصريح بالذين قتلوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، حين يسمعون منا فقط الاتهام لعائشة وحفصة وأبا بكر وعمر بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمعون هذه الأحاديث التي نحن ننقلها عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، قد يتصور بعضهم أننا نأتي بما هو غير ثابت أو غير معتبر، لأن أطرافا مناوئة لا تخاف الله ممن تنتحل التشيع وتزعم الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام حسدا وبغضا لنا أو ممالأة لبعض الطوائف المنحرفة أو خوفا أو خشية تروج في أوساط بعض المؤمنين ألا تستمعوا إلى هذا الطرف، لا تأخذوا بما يقول هذا الطرف ويقصدون به نحن. يزعمون مثلا إذا ما قيل لهم إن هذا الطرف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قتلته عائشة وحفصة وقد جاء بأحاديث عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، يقولون: لا، هذه أحاديث ضعيفة غير معتبرة. يحاولون إبعاد المؤمنين عن معرفة هذه الحقائق ويريدون كتمها، يريدون بأي طريقة أن تبقى هذه الحقائق مخفية غير ظاهرة عند الناس، خوفا على مصالح معينة أو حسدا وبغضا كما هو حال كثير منهم، أو لمصالح دنيوية ما، أو خوفا وخشية من بعض ردود الفعل. فها هي ذا شهادة السيد المرجع دام ظله الشريف في أن هذه الأحاديث معتبرة. ها هو السيد المرجع
ينصر الذين ينصرون خاتم الأنبياء ويدافعون عن مظلوميته. ها هو السيد المرجع يسجل موقفا تاريخيا في مثل هذه الأيام، إذ يدعم بإشارته هذه وبخطابه هذه التوجه الشيعي الناهض الداعي إلى الجهر بالبراءة والدفاع عن النبي الأعظم وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام بهدم باطل أعدائهم وإسقاط أعدائهم. يكفي، هذا يكفي، كفى تجهيلا للأمة. آن الأوان أن تسمع الأمة الحقيقة على اختلاف مشاربها ومذاهبها. آن أوان أن تعرف الحقيقة، أن تعرف ما الذي جرى على رسول الله وما الذي جرى على أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. بعد تصريح السيد المرجع هذا لا يكون من يحارب هذا الاتجاه ويحارب الثلة المؤمنة الناهضة بهذا الاتجاه وهو يعتمر العمامة لا يكون إلا آثما، خاصة إذا ما حاول التشكيك بأحاديث أئمتنا عليهم السلام في هذا الشأن، خاصة إذا ما حاول إسقاط هذه الأحاديث عن الاعتبار في محاولة منه لمغالطة الناس. لا تستمعوا، لا تستمعوا لقناة فدك، لا تستمعوا لهذا الطرف، لا تستمعوا لهذا الاتجاه. هؤلاء يأتون إليكم ببعض من الخرافات، هذا ما يريدون تصويره للناس، وهذه جريمة. ليعلم كذلك بعد تصريح السيد المرجع هذا أننا لسنا نحن الصوت النشاز كما يحاول بعض المناوئين المنافقين إظهارنا بهذه الصورة في وسط العالم الشيعي، بل على العكس. أيها المؤمنون اعرفوا الحقيقة، نحن الصوت الرافضي الشيعي الحقيقي، نحن الذين قولنا قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام، ونحن الذين قولنا قول علمائنا الأبرار. ولكن ماذا نصنع إذا كنا نعيش في زمن الخنوع والضعف والمصالح الدنيوية، بحيث أن كثيرين لا يجسرون ولا يجرؤون على أن يصرحوا بما نصرح به، فنظهر وكأننا صوت النشاز. ليس الأمر هكذا. ليعلم أن علماءنا متفقون، علماءنا العدول، مراجعنا العدول، حوزاتنا العلمية الشريفة متفقة على هذه الحقائق التي نذكرها، متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت حتف أنفه، وإنما مات غيلة بالسم، وكان المتسبب بذلك عائشة وحفصة بأمر من أبويهما. كونكم أيها المؤمنون لم تسمعوا هذا من ذي قبل، فإن هذا ليس معناه أن هذه ليست حقيقة، وإنما كانت مخفية عنكم، وقد آن أوان أن تظهر. ونحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لهذه الأمة مرجعا ورعا تقيا مجاهدا مخلصا شريفا عادلا ينصر المؤمنين الذين ينصرون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويحامي عنهم ويدافع عنهم. إن هذا هو أكثر ما يجعلنا نتشبث بهذه المرجعية الرشيدة، فضلا عن رؤيتنا تجاهها
أنها المرجعية الأعدل والأعلم. أقول فضلا عن هذا، إنما نتشبث بهذه المرجعية لأنها المرجعية الأمل، الأمل في إرجاع شيعة أهل البيت عليهم السلام في زماننا هذا إلى أصولهم وإلى رسالتهم الحقيقية الرافضية التي ترفض الظلم ورموز الظلم والنفاق، المرجعية التي أحدثت في زماننا هذا ثورة عقائدية وفكرية وثقافية حقيقية. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة بوجود هذا السيد المقدس المبارك، بوجود هذه المرجعية التي تمثل النيابة الحقة عن إمامنا صاحب الأمر صلوات الله عليه. والشكر موصول كذلك إلى إمامنا صاحب العصر عليه الصلاة والسلام، لأن أمر المرجعية في واقع الحال لا يتم إلا تحت نظره، أمر المرجعية بيده. ولذلك ترون أن كثيرين يحاولون التسلق إلى المرجعية ويفشلون رغم الإمكانات التي تعطى لهم والضخ والدفع الإعلامي والسياسي والحزبي ودوائر كثيرة تشتغل وتتحرك من أجل أن تصعد مرجعية ما، لكن سبحان الله مع ذلك تجدون كثيرا من هذه المرجعيات الزائفة تهبط عاجلا أم آجلا، وما ذلك إلا لأنها لم تكتسب دعما وتأييدا من إمامنا صلوات الله عليه، إمام هذا الزمان، من ولي أمرنا الحقيقي، ولي أمر المسلمين الحقيقي صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. فنشكر إمامنا صلوات الله عليه على أن من علينا بمثل هذه المرجعية الصادقة، ونسأل الله تعالى أن تحذو سائر المرجعيات العادلة، لا شأن لنا بالمرجعيات المزيفة والمنحرفة، إنما نعني المرجعيات العادلة. نسأل الله تعالى أن يعطي أولئك المراجع مزيدا من الثبات والاستقامة وقوة القلب والشجاعة حتى يحذو حذو السيد المرجع دام ظله، فيكشف للناس الحقائق ويكون له موقف في ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول السيد المرجع: إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله، وهذا ما بينته الأحاديث المعتبرة، وكانت مصيبة استشهاده صلى الله عليه وآله على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثقيلة وعظيمة جدا، حيث قال صلوات الله عليه في مضمون حديث له: لو وضعوا الجبال كلها على قلبي فهي ليست أثقل علي من مصيبة فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفوا الإسلام عن مسيرته الحقيقية، وقدموا للناس إسلاما آخر. هنا تجدون تطابق كلام السيد المرجع دام ظله مع كلامنا، كلمة لا تسمعونها عادة بهذه الصراحة من غيره من مراجع العصر، بصراحة أقول مثل هذه الكلمة ومثل هذا الموقف الصريح الشجاع لا تجدونه من غير هذه المرجعية في مثل زماننا على العادة وعلى الأغلب.
انظروا ماذا يقول السيد المرجع. يقول: بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفوا الإسلام عن مسيرته الحقيقية وقدموا للناس إسلاما آخر، في حين أن الإسلام الحقيقي هو الإسلام الذي كمل في واقعة الغدير وارتضاه الله سبحانه وتعالى بولاية وخلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذا يعني، دققوا في هذه الكلمة، وهذا يعني أن الإسلام بدون ولاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو إسلام ناقص، والدين الناقص ليس إسلاما، ليس إسلاما، ذلك الإسلام الآخر الموجود والمتفشي الآن ليس إسلاما، الإسلام الذي ليس فيه ولاية علي عليه السلام ليس إسلاما. كلمة المرجعية هي هذه، حتى لا يتوهم بعض الناس أنها كلمة فئة من الشيعة ترفع راية خدام المهدي عليه السلام، لا أبدا. راجعوا أنتم خطابات السيد المرجع خصوصا في السنين الأخيرة وتعرفون حقائق الأمور. من جملة كذلك ما نتهم به من قبل بعض المنافقين والمنحرفين في الجسم الشيعي قولهم إن هؤلاء يكفرون بالتقية، مع أن الأئمة عليهم السلام قالوا: التقية ديني ودين آبائي. وهذه أيضا مغالطة، نحن لا نكفر بالتقية الشرعية، نحن نكفر بتقيتكم اللا شرعية. أنتم الذين جئتم بتقية جديدة تفضي إلى الذل، ما كانت معروفة في زمان الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ولا هي معروفة أصلا في كتب الفقه. التقية التي نسلم بها هي التقية التي جاءت عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام في مواردها الاستثنائية، وهي التقية التي ترفع رؤوسنا في الواقع، لا أنها تنكس رؤوسنا. التقية التي تفضي إلى العزة وتكون مجرد مرحلة لاستجماع القوة، لالتقاط الأنفاس، استراحة محارب. أنا حرب لمن حاربكم، فتريد أن تستريح في فترة معينة، تدفع عن نفسك الضرر، تعمل بالتقية رخصة من الله تبارك وتعالى. هذه التقية التي نأخذ بها، وهي التقية التي تضمنتها كتب الفقه المفصلة في هذا الشأن. ليست مشكلتنا أن كثيرا من أصحاب العمائم اليوم جهلة، غير متعلمين، ما تفقهوا جيدا، هذه ليست مسؤوليتنا. وليست مسؤوليتنا كذلك أن كثيرا منهم يخرجون بعضا من الأحكام والرخص الشرعية عن حدودها ويريدون بها أن ينيموا المجتمع الشيعي، فتكون كلمة حق يراد بها باطل. كلا، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. هنالك شروط للتقية، هنالك مواضع للتقية. على أي حال، الأطراف المناوئة تريد أن تبهتنا بهذا، أن هؤلاء يخالفون أهل البيت عليهم السلام في حكم التقية. يمكن لكم أيها المؤمنون المتنورون أن تصفعوا هؤلاء بخطابات السيد المرجع في السنوات الأخيرة حول التقية،
راجعوا إلى خطاباته في عاشوراء في يوم الغدير ضمن بحثه الخارج في قم المقدسة، وتجدون التصريحات موجودة. يقول فيها صراحة إن التقية في كثير من الموارد تكون حراما، خاصة إذا كانت تفضي إلى إماتة الحق. ويضرب أمثلة ونتائج إلى أنه كم شخص مثل أبي ذر وغيره عليهم الرضوان تركوا التقية وقدموا أرواحهم رخيصة قربانا للحق تضحية، لأنه لو كل أحد سكت عن بيان الحق فإن الحق ماذا؟ يموت. هذا الدين وهذه الولاية ما وصلنا كل ذلك بالمجان، وصلنا بالتضحيات، وصلنا بالدماء. على أي حال، هذه كلمة أردت أن أقولها في بداية محاضرتنا لهذه الليلة، نبعث فيها بالتحية أو نوجه فيها التحية إلى مقام السيد المرجع دام ظله الشريف، لأنه يستحقها في مثل هذه الأيام. حقيقة إنا ننظر إلى هذه المرجعية نظرة الأمل، ونحييها لأنها تعطي المؤمنين المجاهدين في هذا الطريق، في هذا السبيل، دفعة عظيمة من التشجيع والتفاؤل والدعم بتصريحاتها وخطاباتها النيرة هذه. أريد أن أنطلق من كلمة السيد المرجع حين قال إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد إثر سم دس له من قبل بعض من كان يسكن معه في بيته صلى الله عليه وآله. أريد أن أفصل أكثر في طبيعة ما كان يجري داخل البيت الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قبل المنافقتين عائشة وحفصة. كيف كانتا تؤذيان رسول الله صلى الله عليه وآله وتتآمران عليه داخل بيته الشريف؟ بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يكن يشعر فيه تماما بالراحة، وهذا ما يفسر الأحاديث والمواقف الكثيرة التي كان فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين يريد أن يستريح يطرق باب بيت فاطمة صلوات الله عليه، يذهب هناك حتى يزيح شيئا من همومه. إنه صلى الله عليه وآله كان يعاني حقيقة. أما في خارج البيت فالأمر ظاهر، مؤامرات من جبهات الكفر، من جبهات النفاق، مشاكل عديدة، مصائب عديدة، كل حياتهم كانت حروب، مآسي، إلى أن قال كما يعزى إليه: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، أو ما أوذي أحد. هنالك حتى لفظ آخر يرويه أيضا بعض أهل الخلاف أنه ما أوذي أحد مثل ما أوذيت، مو فقط ما أوذي نبي، ما أوذي أحد مثل ما أوذيت. يعني حقيقة كان يعاني الكثير. طبيعة الإنسان الذي في مثل هذه التحديات، في مثل هذه الصعوبات، يحتاج إلى شيء من الراحة النفسية على الأقل حين يرجع إلى بيته، على الأقل حين يدخل بيته يزيح شيئا من همومه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين كان يرجع إلى بيته، إذا كانت الليلة تخص عائشة بالذات
فطوال الليل يكون في عذاب. والله طوال الليل عذاب في عذاب، مشاكل، إلى درجة أنه حتى في الليل حين يقوم يتعبد يريد أن يصلي، كانت عادته هكذا يقيم الليل يصلي صلاة الليل، أيضا هم ما يرتاح، هم تأذي عائشة حتى في الصلاة، توجعه تؤذيه. لاحظوا مثلا هذه الرواية